طبعا الفيلم ان شاء الله هيمثل مصر في الاوسكارز. الازمه اللي حصلت الفتره الاخيره بسببه شايفها ازاي، ويعني تعليقك ايه عليها؟ والله انا كنتش حابب ان يحصل ازمه خالص. انا عرفت الازمه بعد ما حصلت وسمعت عنها بشكل مختصر، ما عرفتش تفاصيلها. بس انا اعتقد يعني لما سالت المنتجين الفيلم هل في ازمه حقيقيه، هل احنا مخالفين اي لائحه او قاعده معينه في التقديم، فقالوا لي لا خالص بالعكس، وكانوا اكدوا لي ان الموضوع ماشي بشكل رسمي جدا وصح جدا قانونيا وبيتبع اللوائح المخصصه لعمليه التصفيه. واتضايقت جدا ان انا بس الناس اللي متضايقه هم ناس بالنسبه لي عزاز جدا، فكنتش حابب انه يحصل اي يعني زعل او يحصل اي في بعض اشتباك. الناس شافت ان عرض الفيلم لمده اسبوع في بورسعيد، يعني قالت انه يعني تحايل على اللجنه لانه ما حصلش قبل كده في مصر على ما اعتقد، يعني من شفناها حق بره لكن في مصر لا. من حق اي حد يقول كده طبعا، بس في الاخر انا يعني انا لما سالت المنتجين الفيلم قالوا لي احنا ماشيين في القواعد وماشيين في اللوائح. فكره انه تعرض اسبوع واحد بس والناس شافت ان ليه تعرض اسبوع واحد وكذا، من حق اي حد ينتقد ده وما عنديش اي رد عليه. بس في الاخر دي يعني مش بخلي مسؤوليتي، بس في الحقيقه دي مش قصتي جدا، لانه في الاخر انا اصلا عرفت ان احنا دخلنا التصفيات وان احنا اخترنا بعد ما ده كان حصل، ما كنتش عارف حتى ان ده هيحصل. فاعتقد انه الموضوع ما يستحقش الشكل ده، لانه في الاخر الاهم انه انهي فيلم اللجنه اختارته. يعني لو هم شايفين الفيلم ده هو الانسب ان هو يطلع فده، وده رايهم وده حاجه راي حر ما فيهوش اي ضغط وما فيهوش اي يعني زي ما بيقولوا ما فيهوش تحيز، فخلاص اعتقد ان هو ده الاهم يعني. طيب برضو في ناس بتتساءل ليه ما استنيتوش للسنه اللي جايه؟ والله انا ما عنديش رد السؤال ده، لان فعلا كان قرار المنتجين ما كانش قراري خالص، فمش عارف فعلا هم ليه ما استنوش. يعني هو ده اللي حصل، وانا طبعا سعيد بيه جدا جدا ومتضايق ان ما كنتش حابب حد يتضايق بس.